السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، سورتو تكون صحتكم لاباس. انا الحمد لله. اليوم جيتكم فيديو جديده، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبداو خليوا لي جيم كومونتير، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اللي راهي مشتركه معايا نقول لك يعطيك الصحه اختي على التعليقات الحلوه اللي راكي تخليهم لي، واللي مازال مشتركتش نقول لك اختي مرحبا وسهلا بك. انا كيما راكم تشوفوا خياتي، هادو ماما عندها القهوه تاع الصباح، جيت باش نغسلهم، وهادوك تاع لاتاي كنت لافي. يعني درنا سهره هكا خفيفه صافي، قلت معليش ما كانش الماء دايوغ في الليل، قلت خلي الصباح ونغسلهم مع تاع القهوه. صافي راني نغسل فيهم باش كيما والفتوني توجور نجوز ديراكتومون الفطوري. انا بيان سور قلت لكم كنت شربت قهوتي اي تو، نغسل المعنى تاعي هالا هناك، شوفوهم هم في السله خليهم يقطروا بيان، ومن بعد نرجعهم بلايصهم. وهنا كيما شفتوا راني نقيت لو بلان دو طرافاي تاعي باش نبدا نوجد فطوري. راني رايحه ندير معاكم اليوم زوج وصفات، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. الاولى راني حندير شريبه بيضاء، كيما راكم تشوفوا عندي شويه تاع فيرميسال، حبه بصل كبيره ريحتها في الاشواق، عندي ستر تاع دجاج ماشي كبير بزاف، لي زيبيس عندي عود قرفه صغير، ملح وفلفل الكحل، الحميصه عندي باش نعقد حبيبه ولاد الدجاج القارص، والمعدنوس يعني باش نعقد الشريبه تاعي. يلا بسم الله نبداو. هنا في الكوكوطه تاعي ندير الزيت ونزيد مغرفه كبيره تاع السمن. على بالكم بلي هاد الاطباق يعني يحبوا هاد الاطباق التقليديه يحبوا السمن. نخليهم حتى يسخنوا مليح مليح، ومن بعد نجيب نغسلو البولي تاعي ونديرو يتقلى. نتوما تقدروا ديروا الفخذ، الا ما عندكمش تقدروا ديروا جناحتين، يعني كيما حبيتوا ديروها شريبه بيضاء تاعكم. فوالا نقلي مليح مليح هذاك البلون تاعي، هاد الشوربه تجي بزاف خفيفه وبنينه. نزيد نرمي الحبه تاع بصل تاعي تتقلى مع هذاك الدجاج حتى تدبال. اليوم الجمعه حبيت نبدل شويه، يعني كل جمعه نديرو طعام ولا رشته ولا تريده، ولا قلت اليوم معاه كان شويه الحال بارد نبدل ندير هكا شريبه بيضاء. عندي شحال ما درتهاش، نزيد الحميصه ملي زيبيس الملح فلفل الكحل وعود صغير تاع القرفه، ما نكتروش بزاف القرفه باش ما تعطيناش هذيك كما يقولوا الريحه القاصحه. هكا عود صغير يكفي. انتم الا ما كانش عندكم ديروا ربع مغرفه تاع قهوه قرفه مرحيه. فوالا نكمل نخلط كامل هاد المكونات تاعي، يعني حتى الدجاج تاعي والبصل والحميصه هادوك يشربوا لي بيان هادوك لي زيبيس، ومن بعد نمرق ديراكتومون بالماء سخون. ونغلق على لاكوكوت مينوت ونخلي الدجاج والحميصه يطيبوا، ما راحش ياخذوا لي بزاف الوقت. الحميصه قلت لكم هذه اللي نشري فيها هاد ليامات طيابه، والدجاج تاني ما فيهش الروح تمتم يطيب. ونجوزو ديراكتومون نديرو الوصفة التانية اللي هي شلادة تاع بطاطا. كيما راكم تشوفو حكمت البطاطا قطعتها هكدايا اون بتي دي، وقطعت معاها حبيبة تاع الزرودية، وراني رايحة نديرهم يفورو. هنايا درت تلت حبيبة تاع ولاد الدجاج، وحدة درتها للزواوش، وزوج هادوك راني رايحة نديرهم في لاصالات ديالي.
ومن بعد هنا ديراكتومون جست نغسل هذوك الماعن اللي دوزنت بيهم. وهنايا جيت نبريزونتي لكم ضيف واحد اخر دخل للعائله، ولا هو اللي هو هاد الزويوش اللي شفتوه، ماشي هادي، هادي زويوشه تاعي راكو تعرفوها. زدت جبت لها لا كومبانيون تاعها، حنا عباد ونحبو كما قال لونيس، يا وينك وين الحيوانات. غادتني شفتها وحدها، جبت لها اللي يونسها هاوليك، شريتو لافي، نقيت لهم فحفحتهم ودوك نديهم للبيت. ما نخرجهمش باسكو اليوم الحال بارد، على بالكم بلي زواوش ما يحبوش الكوران دير. كيما تهلا في روحتينا لازم تهلا في الحيوانات. هنايا جيت حليت لا كوكوت ميني تاعي ونحيت البولي لي طابلي. هنا جيت نوريكم الحميصة تاعي كيفاش طابت. هنا كبرت فتتو هكذا كيما راكو تشوفو، ومن بعد نعاود نرجعو. وهنا جيت نوجد لا صالات ديالي اللي كنت درت لها شويه زيتون خضر اكحل، قطعت لها بصله هكا يعني في الرقيق، شويه تاع المايس وزوج حبيبات تاع ولاد الدجاج. هنا طفيت لها على الفرنو كانت طابت، يعني هي بطاطا وزروديه هاي ديك. هنا يعني حنوجدها، وجدت لها فينيغرات تاعها، على بالكم لا فينيغرات تاع تاع البطاطا شلادة، ماشي كيما تاع تاع شلادة أغرق. هنا درت شوية زيت زيتون، شوية زيت نورمال، قطيرة تاع الخل، ما تحبش تجي قاسة هاد لا فينيغرات، الملح، فلفل الكحل والكمون، وتجي بزاف بنينة هاد شلادة. أنا في الصيف نحب نديرها بزاف، ولكن البيض قطعتو اون بتي دي تاني هكا، ما نحبش نسكرفجو. ودوك نزيد لهم لا فينيغريت، نخلطها. ولا صارت تاعي راهي واجده، ومن بعد وتشوفوها معايا. راهي تشهي، شهي تكون في الجنة. ومن بعد هنايا جست الشوربه تاعي باش نكملها، نحط هذاك الدجاج اللي كنت قطعته اللي فتتو هكا، يعني نرجعو في لا كوكوت، ونزيد هذيك الفيرميسال، نخليها يا ربي 3 دقائق وتكون طايبه، ما تخلوهاش حتى تتحرحر لكم. وهنا جست نوجد العقده تاعها، درت شويه تاع المريقه، ودرت صفار حبيبه ولاد الدجاج، المعدنوس، وزدت عليهم العصره تاع القارص، نخلطهم مليح مليح، ونزيدهم للشريبه تاعي. نخلطها هكذا خلطة خفيفة، وهنا هاي ليك الشربة تاعي جات ما شاء الله. دوك تشوفوا معايا الوصفات في صحن التقديم، هاي ليك الشربة خياتي، نزيد لها عصرة القارص، جات روعة وخفيفة. ولا صالات تاعي تاع البطاطا هاي ليك تاني جات ما شاء الله. نتمنى خياتي يكونوا عجبوكم الوصفات تاع اليوم. انا هنايا نكون لحقت لافان تاع لا فيديو، ما تنساونيش خليولي جيم وكومونتير،
احلو كيما نتوما، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وناسكم. نقولكم في رعايه الله وحفظه، سلام.